رح ناخذ الكلاسيكال موديل. اول شيء ناخذ سبرينج ماس دامبر. اخذنا سمبل ميكانيكال ترانسليشنال سيستم. رح ناخذ هون سبرينج ماس دامبر. واخذنا هذا السيستم فرضنا هون عندي في عندي اف اوف تي فورس بتاثر بدي اطلع اكس اوف تي اللي هي الديسبيسمنت. فراح اكون راح اخذنا هون حوالين الماس هاي. راح يكون عندي هلا هون اف اوف تي الفورس اللي بتاثر راح ينطرح منها. هلا اذا اف اوف تي شدت بهذا الاتجاه معناها الزنبرك راح ينسحب بهذا الاتجاه، فوين راح تكون الفورس تبعت الزنبرك؟ بهذاك الاتجاه، فمعاكسه راح تكون. ونفس الشيء بالنسبه للدامبر، اذا الفورس كان السبيد كانت بوزيتيف بهذا الاتجاه معناها راح نسحب الدامبر راح ناثر عليها بهذا الاتجاه، فالفورس اللي الدامبر بتسحبها بتسحب بهذا الاتجاه، مضبوط؟ بستان معاكس. فراح يكون عندي ماينس، راح افترض انه هاي لها كوفيشنت اوف فيسكس فريكشن بي، وهي راح افترض انه لها ستيفنس كي، فراح يكون دي بي ماينس اكس دوت اوف تي ماينس كي اكس اوف تي. هاي هي مجموع الفورسز مش هيك؟ اللي هو حسب قانون نيوتن الثاني مجموع الفورسز بيساوي ام في اي. راح يكون عندي هون ام واي اللي هي اكس دبل دوت. هلا راح اخذ اول شيء الحاله الاولى، راح افترض انه عندي زيرو انيشال كونديشنز، فراح افترض انه اكس اوف زيرو بتساوي زيرو اكس دوت اوف زيرو بتساوي زيرو. من هون راح نعمل ري ارينجينج اول شيء لهي المعادله، فراح تصير هاي المعادله ام اكس دبل دوت اوف تي بلس بي اكس دوت اوف تي بلس كي اكس اوف تي. راح ناخذ الان لابلاس ترانسفورم لهي المعادله الموجوده هون، راح تصير عندي اف اوف اس تساوي ام اس سكوير اكس اوف اس زائد في اس اكس اوف اس زائد كي اكس اوف اس. من هون راح نطلع اكس اوف اس برا، راح يضل عندي جوا ام اس سكوير زائد بي اس زائد كي، وهاي بتساوي اف اوف اس. ترانسفير فانكشن هي الاوتبوت او هي اللابلاس ترانسفورم للاوتبوت على الانبوت، فراح يكون عندي خلينا نسميها جي اوف اس هي الترانسفير فانكشن، راح يكون عندي اكس اوف اس على اف اوف اس بتساوي 1 على ام اس سكوير زائد دي اس زائد كي. تمام. البولز ايش عرفنا؟ البولز ايش عرفنا؟ البولز للترانسفير فانكشن هي تمام، هي الروتس تبعت المقام، لانه هذه اذا عوضت هذه القيم لاس، واس هي عباره عن ايش؟ ايش سميناها؟ كومبلكس فريكونسي، مكونه من ريل بارت والايماجينري بارت اللي هي سيجما بلس جي اوميجا. وبقدر اعمل بلوتينج للكومبلكس فريكونسي، بقدر بعملها بلوتينج على الاس بلين اللي الاكس اكسس تبعه ريل سيجما والايماجينري اكسس تبعه اللي هو جي اوميجا. تمام. اذا هذه هون لو جيت حليتها راح اطلع هون راح يطلع عندي طبعا ثلاث حالات مش هيك؟ عندي حاله راح يكون في عندي ديستينكت ريل بولز، فالبولز تبعت هذا السيستم ممكن يكون عندي، وهي راح تعتمد اذا كانت بي سكوير اقل من بي سكوير اقل من 4 ام كي، مضبوط؟ اذا بي سكوير متذكرين هذا الكلام ولا؟ تمام. فعندي هاي حاله، هاي راح تكون عندي هون 2 ديستينكت ريل بولز، وبالحاله هاي ايش راح يكون السيستم؟ اوفر دامت، راح يكون الريسبونس هم 2 اكسبوننشلز. اوكي بالحاله هاي، يعني السيستم هذا لما يصير الريسبونس تبعه فرضا اذا كان اوفر دامت، لو سحبت هذا السيستم ومسكته وعملت له ازاحه وتركته، كيف راح يرجع لوضعه الاصلي؟ ما راح يكون في اوفر شوت، راح يرجع شوي شوي لوضعه الاصلي عن طريق 2 اكسبوننشلز. الحاله الثانيه لما يكون عندي ريبيتد تو ريبيتد ريل بولز، يعني البولز الاثنين فوق بعض، ايش راح يكون السيستم؟ اذا هون عندي 2، إذا كان طبعا هذا بيعتمد على القيم، في الحالة هاي بتكون قيم بي سكوير بتساوي 4 ام كي.
دول physical values M و K و B physical values. شو يعني إيش M؟ mass. K؟ stiffness. إيش وحدتها راح تكون؟ نيوتن بير متر. وعندي هون في دامبر، والدامبر هاي بتعمل ديسيبيشن، وحدة بي تبعتها المعامل تبعها راح يكون نيوتن بير متر بير سكند. نيوتن بير متر بير سكند، بي راح تكون وحدتها نيوتن بير متر بير سكند، كي راح تكون وحدتها نيوتنز بير متر ستيفنس لانها، وام طبعا راح تكون وحدتها كيلوغرام. اذا بالحاله الثانيه راح يكون عندي تو ريبيتد بولز واللي سميناها كريتيكلي دامبت. بهاي الحاله راح يكون عندي بي سكوير بيساوي 4mk. بالحاله هاي راح يكون بي سكوير اكبر من 4mk. والحاله الثالثه الاخيره راح يكون عندي بي سكوير اقل من 4mk، فراح يصير عندي تو ديستينكت كومبلكس كونجيجيت بير. والكومبلكس كونجيجيت بير لازم يجوا. وايش معناها فيزيكلي حسيا؟ لو مسكت هذا هون وعملت له ديسبيسمنت وتركته، لما يرجع لمكانه راح يعمل اوفر شوت على الموقع الاصلي اللي كان هو موجود فيه. ها